بمناسبة شهر رمضان المبارك نعايد الأمة الإسلامية والشعب السوري ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، ونأمل من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمة الإسلامية وعلى السوريين تحديدا وقد فرج همهم. أخي، بالنسبة للوضع الأمني مثل ما نكون شايفين يعني كلياتنا، نحن كمجلس محلي كمدنيين موجودين في المنطقة، هديت الأمور لبضعة أيام فقط يعني، ورجع الوضع مثل ما كان ويمكن أسوأ في بعض الأحيان. على سبيل المثال، امبارح فقدنا أخ عزيز عنده 7 أطفال، قبل بكم يوم أصيب رجل كبير في السن، أصيب طفل. هذا هو الوضع الأمني. من نقاط الاشتباكات نسمع، نحن مناطق قريبة من نقاط الاشتباك، نسمع الاشتباكات بشكل يومي. نهنئ الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة. طبعا تعرض ريف جسر شغول الغربي الى قصف بشكل شبه يومي، طبعا بعد وخصوصا بعد هذا الاتفاق المزعوم، بعد هذا الاتفاق الذي وقع لخفض التوتر او خفض التصعيد او مسميات اخرى يعني. طبعا ريف جسر شغول الغربي هو تابع لمحافظه ادلب يعني، ومحافظه ادلب هي ضمن هذا الاتفاق، فالخروقات كثيره من قبل قوات النظام المتمركزه بريفي اللاذقي وخصوصا من جبل التركمان وجبل الاكراد، وخصوصا من جبل التركمان والاكراد. القصف طبعا المتكرر يستهدف خصوصا بلدتي الدامه والناجي التي يقطنها مدنيين بامتياز. طبعا منذ عده ايام حصلت نتيجه القصف حصل جرحى وشهداء نتيجه القصف. طبعا المنطقه بشكل عام تتعرض لخروقات شبه يومي من قبل قوات النظام، وخصوصا وقت الافطار او اثناء الافطار او قبل او بعد الافطار.